عشق الشهد يلزم له يكون صبا. على قرصة النحل ما في حلاوة من غير نار، ومن زل من رأي للمرة يبقى أصله حمار. ساعة تقول له عليا سياد وعايزة لزار، والساعة تقول خروف من غير إشارة في الدار. أعملوا صلحة ولا يدقش منه ولا تزوار، ولما الراجل ينتبه وعايز يفتح يوم 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 تقول له عايزين نزور الشيخ أبو عمار، تركب ويمشي وراها وهي راكبة حمار. ولما يوصلوا عند الشيخ تقول لجوزها اقعد جنب الحمر ما تمشيش، ده الشيخ ما بيحبش يقابل رجال في الدار. جابر خد الفلوس اللي خلته وركب على الحصان بتاعه ومشى على السوق. فكل واحد له اعداء. اتنين جماعه كده من السماسره كنتوا عارفينهم لف وراه كده، قالوا الراجل ده غريب عن البلد وعمال يضربنا بفلوس. فالمعلم بتاعهم قال انتوا ظروفوا الطريق وخدوا منه القرشين اللي نافخينه دول، يلا خلينا نخلص منه. انتظروه وراجع بالليل راكب على الحصان بعد العشاء يا اخوان، ومد الليل وامان وراجع في اطمئنان. كانوا بقى اللصين في الزرع مدريين، طلعوا له مسلحين ولا اوله ولا حين. وقف مكانك
خدوا الفلوس كل بقى ما سابوش جنيه جوايه. خدوا الفلوس كلها ما سابوش جنيه ويا. ويا ريت ساعتها كمان عتقوا لوجه الله الا وكمان ضربوه وهنوه. يا حول الله رجع البلد مصدوم والصدمة ليها تأثير. موقف ألم وخطير استرها يا الله. أجسام طهرة وأجسام كده ما أقدرش أقول وحش، لأن خلقة ربنا ما بتكونش وحش. الست مات وحاطة إيدها على قلبها جميلة، بتقول يا رب استرها والنبي يا رب. إلا وجوزها رجع لها الساعة 10 مساء كده بعد ما رجع من السوق وانضرب وراحت فلوسه والمال والجواب ومضروب يا ولده. وصل البيت على النهايه بيخبط على الباب، مين؟ افتح يا ده مين؟ من ستي. فتحت الباب وشافت جوزها الدم منه بيسيل. خير؟ ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه. خلي بالك من الورق وصيتك هشام، واسقيني شويه ميه. على ما بتجيب له كوب الماء كان سر الاله صعد الى السماء. جت لقت جوزها ميت، بكت وقالت ايه يا
التكافح وتشتغل علشان تربي اليتيم. طبعا انتوا عرفتوا بقى ان جوزها ما سابلهاش حاجه على الارض، لا فلوس سابلها، لكن سايب لها الستر، ستر ربنا. بدأت تكافح وتشتغل في الغيطان وفي البيوت. بعد ما مرت على موت جوزها سنة، ابن عم جوزها كان تاجر برضه اسمه رشوان، بس كان ظالم قوي. ورشوان قال يا اخويا جميلة مرات اخويا هتكرسنا، بقى اخويا ميت مصدور وسيب فلوس والحمد لله، وهي بتطلع الغدة والغدة والجدة والجدة تشتغل هنا وهنا. لا، فخد بعضه رشوان الظالم ابن عم جوزها وتنيته طالع على بيته. خبط على الباب. مين؟ انا رشوان. افتح يا جميل. قوم يا ولا، هات الفرشه لعمك. فتحت الباب. اتفضل. صلح. لا مش عيب عليك تجرسينا عند ناس بخدمتك كده في البيوت. نعم انت جرستينا فضحتينا. اطلع. الله، انا بحسبك جايب حاجه لليتيم وجاي تشق علينا. انا بحسبك هتساعدنا بشيء لله. يا عم سيبنا في حالنا وتوكل على الله. لا لا، انا جاي لك في كلمتين اتنين. نعم. يا تتجوزيني بسنة الله ورسوله عشان ما تخرجوش من بيت اخويا، يا اما ترحلي انت وابنك وتسيب المكان ده فورا. ويا ست غريبة ملهاش حد الا الله، بكت واضطرت الى الزواج منه وقالت موال حلو. قالت يا عيني لما الزمن بيجر على الحلوين ويرفع رخص الثمن ويرخص الغليل. لما الزمن بيجر على الحلوين ويرفع رخاص التمن ويرخص الغليل، ولاد الأصول بينزلوا ويحتاجوا للوطين، ونقول لك يا زمن ما تغنى وتاني واحنا يا زمن يا 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 زمن احنا يا زمن صابرين. جميلة تعمل ايه؟ جميلة تعمل ايه؟ لاجل ابنها تربي. جميلة تعمل ايه؟ لاجل ابنها تربي. وافقت على رشوان، وافقت على رشوان، قالت عيشة وخلاص ما دام ما عادش خلاص. لاجل الضرورة يا ناس اتجوزت
بترش وانا عشمها بحلى القوت اتاريه كلام معسوق عشمها بحلى القوت اتاريه كلام معسوق بعد الجواز على طول اتغير تاني يا اخوات كان الضحية هشام سلام غدار ملوش يا بال ده انت هتكوني في هنايا الاثنين انا جوازي منك بس عشان ما تخرجيش لا تروحي هنا ولا هنا وعشان خاطر ابنك هشام تزوج بقى مراته القديمه اشتكت نشأت خلافات ما معاش بقى صلاح فاضل مرحب فقعد كده في وسط جماعة ظلمة بيقولوا له هنيالك يا عم ماشية معاك متجوز اتنين بقى ومروق وخصوصا مرات قريبة جديك كان تاجر بقى وكان سايب لها ثروة فقالوا والله لو تعرفوا الحقيقة لا تعذرونا ايه لما نفضل ما حلتهاش حاجة خالص الله الله معقول دي طب ما تسيبها بس هتطلع كده من المولد من غير حمص قام واحد قال له بس لو كان ياخد رأيي اسمع معلم رشوار قال له نعم طبعا هي الوصية على ابنها طب ما تخليها نايمة وتمطيها على عقد بيع البيت من تاريخ قبل الزواج قال لو جت في يوم وقيت لك بره قول لها انت اللي بره ودخل الشيطان في النص بين رشوان وبين مين وبين مراته وانقادت للخطيب فجيب في ليله من الليالي بيقول لها يا جميل قالت له نعم معكش قرشين كده قيمه 100 ولا 200 قالت له ما كانش ينعز يا رشوان ده انا متجوزاك وانت بتقول لي مش هخليكي تحتاجي لحد انت اللي جاي بتطلب مني يا راجل مش كده قام قال لها يبقى ابنك يشتغل يا واد يا هشام قال نعم يام تعالى كلم عمك يا حبيبي انت سنك دلوقتي 8 سنين ما يصحش تقعد لابد تشتغل وتحوش لك قرشين عشان نجوزك قالت له يشتغل اللي عنده 8 سنين ده يشتغل في ايه يا رشوار قال لها اي شغلان قالت له لا ابني ما يشتغلش انا هعلمه تعلميه هتعلمي فيه ايه يشتغل يعني يشتغل قالت له مش هيشتغل يعني مش هيشتغل فراح مسك الواد وقال له تعال انا عارف لك شغلانه حلوه تعالى معايا
قال له لا زي امي ما تقول. قال له بقول لك تعالى يا اخي. خد ضرب هشام قدام امه فالوليه بكت زعلت عشان ابنها وقالت يتيم غلبان وعدو نصيبه كده. يشوف العذاب الواد من بعد ابوه انحرم وعاش على الاحزان لكن ده ابني وضنايا وتعبه بيتعبني يا تريح ابني بقى يا تسيبني يا رشاد. ضربها قال ليها حبتك ودي ضربها قال ليها حبتك خدي طلق ما تبدي فيها فرقيني بيتك اللي ما تصلي على النبي. يلا بره. قلت له روح فين؟ شوف لك حته بقى ما انت هتخلفيني من دلوقتي. بقول لك الواد يشتغل بتقولي لا. يلا علاء الطلاق بالتلاته شافعي ومالكي وابو حنيفه ما تركبي لي على زمه. قالت له طب بالسلامه انت اللي بره بقى ده بيتي وبتبني. ابنك ابنك مين انت ناسيه انك كتبالي عقد بيع البيت من قبل ما تتجوزيني؟ عقد انا كتبت لك عقد؟ قال لها العقد اهو. جاب واحد يقراه قالت له يوه اشبع بالبيت. تعالى يا ولد. خدت ابنها؟ أظنها هتروح المحكمة ولا النقطة ولا المركز. لا راحت على محكمة السيدة زينب ودخلت على المستشار الأول مولانا سيدنا الحسين وكان بالصدفة إن الليلة الكبيرة لمولد الإمام الحسين. في الزحام خدت ابنها ودخلت تبكي ومسكت المقصورة وقالت ايه؟ حي الإمام ابن الإمام أخ الإمام أبا الأئمة. على ما بكت والدموع كان ابنها تاب في الزحمة تاه منها ضمانا وحدها هشام
فضلت تنادي عليه ولدي 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 وحبيبي هشام ابني العزيز الغالي ووريثي في الايام. المولد خلاص انتهى واتبرق الزوار والام تبكي حزين علشان ولدها هشام. انا بترجى انا بستنى انا بترجى اخوي بحبك وانا ونصيبي بقى. الشيخ ابني لا حول ولا قوة الا بالله. مالكيش حد قريب هنا؟ قالت له ماليش الا ربنا. طب تعالي عندي.
هتعيشي مع بنتي. انا ماتت زوجتي وغير بنتي ما معايا. قالت له ابني الاول. قال لها هنبحث انا وانتي عنه. الولية قالت يا بنت شيخ وراجل بعمة وراجل عالم، ممكن يا بنت تروح تريحي عنده شيء يمكن ربنا يبعتهولك. فخدها الشيخ ودخل بها عنده الشقة. كانت زوجته متوفية ومعاها بنت بنوت بلغت سن الزواج. فشافت جميلة قالت له والله يا بابا ده عروسة تبقى جميلة وأصيلة. قال لها يا بنت ما تجريش رجل أبوك يا بنت، ده ست غلبانة وابنها تايه منها، استنى ما نعرف حكايتها إيه. قعدت معاه فترة يبحثوا عن الولد مرجعش، تايه في بلاد الله في ملك الله دوار وربه عالم بيه. الشيخ عمر قال لها يا ست ان كنت هتقعدي معايا على طول يبقى زواج شرعي. انا ماتت زوجتي وبنتي هتتجوز والشقه تبقى فاضيه لينا. وافقت على الزواج من هذا العالم وقالت يا بنت ارضي بالقضاء والقدر واصبري على حكمة ربنا اما نشوف ربنا هيتصرف معانا في اليومين دول بايه. والعاشق للنبي صلي عليه. انا بقول يا بنتي يا مبيعاني عقلي على اقساط، يا مشياني في وسط الناس على استغفو. يا بنتي يا مبيعاني عقلي على اقساطي، يا مشياني في وسط الناس على استعباطي، يا حرقاني بالنار وغيري من شرارة شوق. البنت يا محمد ما تبقاش كده عياط، كفاية نفسك وروح في دايرة الإعطاء وفي دايرة اللوم، على الجاني ما فيه إحباط، وكفاية يا ابن العزب بأني سكنة فيه وبإيدي أكلتك المانجا وسبت غيرك خالي ياكل سلطة. وإن كنت تغوى الصوفي روح ضرب الأبشيجي في طنطا هناك بالذات، واسأل معايا على شريط لشركة الغربية بقى للصوتية. وقول له يا فخري
مغربك بالذات. هاتلي شريط صوفي، هاتلي شريط صوفي لابن العزب بالذات، يمدح جمال النبي طه زين السادات. يصلوا الفجر كده زي عم الحاج الشفيق والحاج فتحي كساب، فلقوا الاخ اللي نايم في المصليه ده. انت يا جدع، انت هلا، انت يا شاطر. نعم. قم يا ابني اتوضى وصلي ركعتين لله. انت باين عليك ما انتش من هنا. قال له غريب والله يا عم الحاج. اسمك ايه؟ اسمي هشام جابر. طب صلي الاول اما نصلي الصبح وبعدين نقعد نسالك. صلوا الفجر. واحد منهم اسمه الحاج نصر. قال لي تعالى يا ابني. ابوك بيشتغل ايه؟ مساء النور. قال له ابويا الله يرحمه مات وانا سني 7 سنين. وكان تاجر مواشي، فجماعة ولاد حرام طلعوا عليه ضربوه وخدوا ماله. امي اتجوزت عمي رشوان، خد منا البيت وضربها وحلف عليها يا مما تركب له على زمة. بعد ما اتجوزته بسنة وطلعها، فجينا علشان نزور مولانا سيدنا الحسين، امي تاهت مني في المولد. وللأنب قالي 8-9 سنين مانش لقيه. الراجل الحاج نصر عرف. يبقى هنا صلاح الأب بينفع. بينفع ايه؟ بينفع الذرية. ودعاء الوالدين كنز، ولا يفتح الكنز إلا بعد الوفاء. نشوف هشام هيجيب حق أبوه ازاي. الحاج نصر الدين عرفه وقال يا ابني بقى انت تبقى هشام ابن العزيز يا ابني. الله يرحم ابوك كان صادق يا ابني، يا ما زرني وزرت الدين كتير يا هشام وانت صغير، والدنيا لسه بخير، وانا هجعلك ابني. يا ما زرني وزرت كتير يا هشام، وانت 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 صغير، والدنيا لسه بخير. وانا هجعلك ابني، تعال قوم يا هشام.
نعيش ونتهنى في راحة مدى الحياة، في راحة مدى الحياة. دايما قوم يا هشام، ضيف الله لا يضار، ده انت ابن ناس كرام اخدوا راح وياه وحد. الراجل خد الولد على هشام وخبط على زوجته. مين؟ قال لها انا الحاج نصر. فتحت له الباب. ومين اللي معاك ده؟ قال لها ده هشام ابن المعلم جابر التاجر اللي كان بيجينا من حوالي 10 سنين. الله حبيبي يا ابني، خليك بوسه من هنا والتانيه. اللهم صل على النبي، ده حاجه حلوه. ربنا يخليك يا ابني عوضا عن ابوك ازاي امك. قال لها امي، امي ست الحبايب كانت مني مانيش لاقيها. لا حول ولا قوه. انا بقول يا حاج نصر تاخده وتروح تزور اخوك العيان. أتاري أخو الحاج نصر هو اللي ضرب الراجل واخد فلوسه واشترى أرضه وبنى بيته، لكن بيت الظالم ما بيعلاش ونعلي ما بيستناش. الراجل من تاريخ ظلمه هو أتاه المرض بالشلل والعياذ بالله. فاخوه دخله بزياره وقال له يا دهشان ابن المعلم جابر حاضر معانا الان. اما الراجل قال هاتوا في احضاني ده اللي ظلمت زمان. تعال يا هشام. راح لاخوه يزوره، قال له ايه الاخ والعاشق للنبي صلى الله عليه ابن المعلم جابر حاضر معانا الآن. هل هاتوا في أحضاني اللي ظلمت زمان. يا هشام ما تعطي، كفايه ما توجعني، يا هشام ما تحكي، كفايه ما توجعني.
فلوسك وترجع لك. فلوس ابوك من تاريخ ما خدتها يا ابني. انا لا اضمن زي ما انت شايفني كده. سامحني يا ابني. انا ربنا يسامحك يا عم. قال لي يا سلام بدي امان. اما فوق قال لي هتعمل ايه؟ بدي امان. قالت لي نعم يا قال لها تعال سلمي على هشام. قال لي يا سلام ابن عم الجابر اللي كان بيجينا من زمان تاج. بصيت له والحب ربنا. ايه رايك فيه؟ قالت له حبيبي واداله المهر كمان وبعت عروسته وزوجته زوجه الحاج نصر وام العروسه والحاج نصر ينزلوا القاهره يشتروا الجهاز للعروسين. وبيتفرج على الجهاز كده واقف في معرض من معارض القاهره لاجل الصدق والقدره الإلهية علشان تجمعه بأمه اللي أمه داخلة حافية وكتفها عيان وماشية بتمد إيدها للناس. فدخلت على ابنها بالصدفة بتقول له اديني حسنة لله يا بيه. الله. والتاني يوم راح مولدي الحسين يا ايه ده؟ اهلا ماما. قال لها ما عندكش هديه يا امي. هديه؟
رضيتها تستحق عناية. علشان جابتك يا زين الملاح ليه؟ راح واخد امه جايب لها اغلى واخف الملابس وملبسها في ايدها اليمين 4 غوايش دهب فرد وفي ايدها الشمال ساعة. قول له يا ابني انا بتاعت الكلام ده. قال لها طب قولي لي بس نفسك في ايه يا امه انا جايبه لك. قالت له ما نفسيش في حاجة الا زيارة حضرة النبي. قال لها ان شاء الله هتتموني ما تتمنيه. بعد الفرح نروح انا وانتي وزوجتي نزور حضرة النبي.
شفت نور النبي بدك تشوفه تاني. والكحلة